شو لك؟ بروغنيك باري أرقام بصير معي. تفضلي تفضلي، هاي مساعدة. استمع أول بدك شي؟ سلام. هاي أمك؟ لا. ما هي أمك؟ ديرو منو رو ما معي خمسة، رو منو رو. أختي بدك مساعدة، لازمك شيء؟ اللي بنت عم خاطرك يا أخي، عندي أولاد بدي ربيهم. إيه؟ تكرم عينك. الله يكرمك. يطلع من خاطر كثير. هذا كله لوجه الله، ها؟ لوجه الله، عم بعمل أنا لوجه الله. تفضلي. استني 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 كمان. تفضلي. وخذي هاي كمان اعطيهم لاولادك جيبي لهم شغلات يعني مهمه. اوكي؟ اوكي. بلزمك شيء ثاني؟ لا سلام. اذا بدك خذي هاي كمان. تفضلي. هاي كمان خذي. عمو في معك قوة مصاري، اعطيني وخذي. رمنا ورو هذول مو اللي رمنا ورو رمنا ورو رمنا ورو. عم بحكي بس هيك قدامك يلا. رمو الشيء. يلا. بدك شيء كمان؟ لا سلام. خلي لها بتقطع رزقي، روحي من هون. رزق على الله، انا ما عم بقطع رزقك. من وين بدي اجيبها؟ حق عملية ماما. الله يرزقك، اعطيني بس 5 ليرات. تكرم عينك حبيبي. لحظة. تفضلي. ليش ما اعطيتني؟ اعطيني لي كمان حبيبي. بعدين بعدين. كلنا ابي اعطوها لك. أنا بدي أروح من هون، كله منك. تعال تعال لا تروح. هدول كلهم إلك. شو؟ ليش؟ لأنه أنا مو بحاجة يا حبيبي، أنا قعدت هون لحتى أجمع لك إياها. ليك الولد يا حرام، عم يعدوا العالم وما حدا عم يعطي مصاري. يا حرام شلون بدنا نساعده؟ انا عندي فكره، انتظريني هون انت وشوفي كيف رح خلي الناس كلها تعطي مصاري. طيب يلا عم انتظرك لنشوف شو بدك تعملي. روحي. كتر خيرك يا خالي، بس ليه كانوا عم بيعطوك لك ما عم بيعطوني لي؟ يا ابني لانه صرنا بزمن بشع، ولانه انا بنت. روح اعطيهم لأمك وخلي تعمل العملية. روحي. الله يرزقك، الله يرزقك ويوفقك يا رب. يا حبيبي انت، يلا باي يا قلبي، روح عند أهلك. كيف؟ لك برافو عليك. والله برافو عليك، ما قصرتي. يلا خلينا بي. أتمنى يكون عجبكم القصة. لا تنسى تكتب لنا بالتعليقات كلمة الله أكبر، وكمان ضغط لايك للفيديو وتابع صفحتنا لحتى يوصلك كل جديد.